عنا، وش اللي جابت؟ علامكم، ما حد يجي بيت هلو؟ يا بنت الناس، أمس كان عرسك، ما يصير تجي لوب يابا وتزورينا، ما يصير. حنا، وش صار بينك وبين فخر؟ أبد ما صار شيء، غير إنه واحد مثل فخر يسوي رجل علي ويخليني خدامة ببيته؟ يعني طلعتي بدون شورة وعلمه؟ امشي، ارجع لبيتك، يلا، وحسك عينك تطلع من بيتك من يوم وطالع بدون شورة وعلمه، فهمتي؟ ماني رايحة. يا بنت الناس امشي قدام وانا وصلك بيد، امشي امشي. اندريت مرت الثانية طلع من البيت من دون علمي، والله واللي خلق الخلق لك اسمرت وجه، تفهمي؟ هاي انت من تحسب روحك؟ ترى انا حرة، ما هو من عبيدك، تفهم ايش يعني حرة؟ واذا ما هو بعاجبك وديني بيت ابوي وطلقني، ما دامنا ما نطيق بعض. وترد الكلام بوجهي؟ علامك يا حرمه، وش فيه؟ طلقني يا صخر. وش السوالف هذه؟ مثل ما قلت لك، طلقني دام حنا ما نحس بالفرح والسعاده مع بعض. طلقني وروح للي تهواها واطمن، ما اريد منك شيء. وش اللي تهذي فيه؟ من كم يوم وانت محموم كنت تهذي وتقول احبك. احبك لمين؟ وليه ما تكون انت اللي احبها؟ لا يا شيخ، وتريدنا صدق؟ أنا يوم أشوف العيشة بين عبيد وشمس ما أحسدهم وأتمنى لهم الفرح، الله يشهد. يخاف عليها من نسمة الهوى وما يريد إلا هي تبتسم بس. ويوم أشوف اللي بيني وبينك ما كنا عايشين. لا تكذب على روحك يا صخر وتكذب علي، أنت ما تحبني. طلقني خلي كل واحد منا يروح بحال سبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدي أقول الروح شلون بعدك للحين عايشة مع صخر؟ يبا مالي ذنب وما قصرت معه بشي، كل اللي يريده أسويه، وحطيت على الجرح ملح، نير صبري نفذ. يبا خلي كل واحد يروح بطريقه، أنا تعبانة يبا، بروح أتريح السموحة منك. هبول أنت لا عاد طلقها، طلقها وافتك. هذا اللي طلع معك؟ هذا اللي طلع معي. انت يا صخر منين جايب قسوة هالقلب؟ ما هي قسوة، ما هي قسوة يا عبيد. تجوزت من صباحية أرسال، راحت عند أهلها وأهلها رجعوها وهي مطيقة.